الفنانة ريم سامي تحتفل بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي على أن يكون حفل الزفاف في مايو المقبل. وكانت احتفلت ريم سامي في يناير الماضي بخطوبتها على رجل الأعمال محمد المغازي، واقتصر حفل الخطوبة على الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين. محمد المغازي هو رجل أعمال معروف بمنطقة التجمع الخامس، متخصص في بناء وتجهيز المولات الطبية، كما إنه من أهم المصدرين للموالح في مصر. وكانت شاركة الفنانة ريم سامي في بطولة مسلسل للأذكياء فقط من بطولة كريم عفيفي وحمد المرغني، والمسلسل اللي مقرر عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، وهتظهر ريم بشخصية أستاذة جامعية ضمن أحداث المسلسل، واللي بتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. وفلزة كبدي ابنتي الآنسة ريم سامي البكر الرشيد المسلمة، زوجتها لك يا محمد زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.